بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى صحبه وآله ومن والاه. سوف ألتقي بكم بمشيئة الله تعالى وعونه وفضله وتوفيقه في لقاءات متكررة نتحدث فيها عن فضائل أصحاب سيدنا رسول الله، عن فضائل أمهات المؤمنين زوجات سيدنا رسول الله، عن خطورة النيل من أعراض أصحاب رسول الله، وعن خطورة النيل من أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سر فرقة الأمة هذه الظاهرة التي جعلت الأمة شيع وأحزاب. من هم الباطنية؟ من هم السبائية؟ من هم الشيعة؟ من هم الكسيانية؟ من هم الخطابية؟ من هم الزيدية؟ من هم أهل السنة؟ من هم الاثنى عشرية؟ أديان وضعية نقف عندها ونتعرض لها كالبهائية والبابية والقديانية، كلها أديان ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأهواء وهذه المسميات التي نهى الإسلام عنها سنلتقي في حلقات متسلسلة بمشيئة الله تعالى وبعونه وفضله وتوفيقه.